وبشأن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة والملفات التي سيناقشها في زيارته للسعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بك دكتور عبد الحفيظ. يعني ملفات الأمن والطاقة على رأس أولويات زيارة بايدن للسعودية، في المقابل ما الذي تنتظره السعودية من بايدن وتحديدا فيما يتعلق بميليشيا الحوثي؟ أرحب بك بالمشاهدين. أهلا بك. حقيقة أنا في نظري أن هناك تحولات وتغيرات عالمية فرضت على الولايات المتحدة أن تغير استراتيجيتها، وأن باعتراف بايدن حينما قال بأن أمريكا أخطأت بالتخلي عن المنطقة لصالح الصين وروسيا، لأن التخلي هذا يمكن يعني يمكن للسعودية أن تهدد عرش الدولار وابتعاد عن البترول دولار. هذه نقاط يعني حقيقة أخافت الولايات المتحدة. النقطة الأخرى وهي أن الحرب الروسية في أوكرانيا يعني زادت حقيقة من أهمية السعودية، لأن السعودية هي التي تهيمن وتقود أسواق الطاقة، ويمكن الولايات المتحدة في فترة من الفترات يعني ظنت أنها حققت استقلال الطاقة عبر النفط الصخري والغاز الصخري، ولكنها بالتوجه نحو يعني قيود المناخ يعني اكتشفت أنها مستقبلا ستحتاج المملكة العربية السعودية، وليس في الوقت الحاضر، لأنها طبعا هي احتياطياتها محدودة 38 مليار يعني. وفيما يتعلق بالحوثي دكتور عبد الحفيظ؟ لا، الحوثي هو ملف أمني ضمن ملف إيران الحقيقة. ونحن نلاحظ يعني هذا الملف الأمني الذي يعتبر ملف يعني في مثابة الأولوية المملكة العربية السعودية. يعني قبل أن يأتي بايدن إلى المملكة العربية السعودية، رفع الحظر عن كل الأسلحة الفتاكة التي طلبتها السعودية، وحصلت طبعا المملكة العربية السعودية على منظومة الدفاع الجوي إيرين التي تغير قواعد اللعبة اقتصاديا وعسكريا، لأنها رخيصة قادرة على إسقاط أي مسيرة شعاع الحديد الليزري. هناك اتفاقية سيتم توقيعها، صواريخ استيراد صواريخ هاد في 2023 بقيمة 13 مليار دولار. هذه اتفقت مع شركة لوكيد مارتن بتركيا الرادارات. يعني أنا أعتقد بهذه المنظومة الجوية والمسيرات والصواريخ البالستية، في ظني أنها أمنت منطقتها يعني الأمنية. نعم. بالنسبة للحوثي هو لكسب الوقت، يعني منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي صرح بأن هناك صفقة مطروحة بشأن الاتفاق النووي، وكذلك ألقى الكرة في ملعب طهران. هل لا زالت أمريكا متمسكة بسياستها الرخوة تجاه إيران باعتقادك؟ الحقيقة المملكة العربية السعودية هي تسير في اتجاه محدد مرسوم الأهداف. أولا يعني بالنسبة هي حددت المملكة العربية السعودية بعبارات مختصرة، إذا امتلكت إيران السلاح النووي ستمتلك السلاح النووي. ولذلك الآن بايدن في قناة إن 12 الإسرائيلية صرح بأن يعني لن تمتلك طبعا إيران السلاح النووي ولو بالقوة. هذه نقاط، رغم أن المملكة العربية السعودية تحاول مغازلة إيران ولكنها لم تنجح، لا زالت ترسل تهريب الأسلحة، آخر يعني تهريب ضبطته يعني ناقلة أو سفينة عسكرية بريطانية، وكان صواريخ بالستية وصواريخ كروز، يعني صواريخ تهدد الآن أمن المملكة العربية السعودية والإمارات على غرار عام 2019. دكتور عبد الحفيظ، إكمالا على ما تفضلت به، يعني الرئيس الإيراني وعد برد
قاسي على أي تهديدات أمريكية، كيف ترى هذا التصريح للرئيس الإيراني؟ يعني في ظني أن إيران في وضع يعني هش، وتعاني يعني من الداخل، وتعاني يعني لا أظن أن إيران قادرة على أي تهديد، بل بالعكس يعني بامتلاك دول المنطقة هذه المنظومات من الأسلحة، منظومة الدفاع الجوي، أنا في اعتقادي تم تحييد قدرات إيران تماما وميليشياتها. هذه نقطة كانت تسعى لها المملكة العربية السعودية وحصلت عليها. أنا أعتقد أنه يعني تأمين الأمن السعودي الخليجي أصبح في مأمن، لأن في الفترة الماضية وصلت الصواريخ إلى أرامكو، إلى منشأة أرامكو، وصلت إلى الإمارات بسبب أن دول المنطقة لا تمتلك منظومة كافية من الدفاع الجوي. نعم، لكن في مقابل قمة جدة دكتور عبد الحفيظ، هناك قمة أخرى تجمع روسيا والصين وإيران، هل نحن أمام إرهاصات تحالفات جديدة في الشرق الأوسط مدعومة من قوى كبرى سترسم شكل الأيام القادمة برأيك؟ أنت تعرف أستاذ الكريم أن المملكة العربية السعودية لديها تحالف أوبك بلاس مع روسيا، وهو تحالف قوي، وفشلت الولايات المتحدة بكل مبعوثيها الذين أرسلتهم إلى المملكة العربية السعودية لفك هذا التحالف ولزيادة الإنتاج، ولم ترفع المملكة العربية السعودية الإنتاج إلا عن طريق أوبك بلاس ب 250 ألف برميل يوميا فقط. ففي ظني أن بايدن أعلن أنه لم يأتي من أجل زيادة الإنتاج، لكن مستقبلا المنطقة يعني احتياطيات البترول في منطقة الشرق الأوسط ارتفعت من 61% في 2007 إلى الآن 66%، يعني بل هناك مناطق خارج أوبك لم تعد تستطيع إنتاج البترول، ولذلك أصبحت المملكة العربية السعودية هي يعني كل الاهتمام العالمي. نعم، ومرتكز على المملكة العربية. إلى السؤال الأخير الآن دكتور عبد الحفيظ، يعني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اتهم جهات لم يسمها بمنع العراق من إقامة علاقات مع الدول العربية ويعترف بأن العراق معزول. السؤال هنا، هل العالم هو من اعتزل العراق أم العكس؟ الحقيقة يعني العراق يعني نحن نلاحظ أنه هو الآن هو الوسيط ما بين المملكة العربية السعودية وإيران. أنا في ظني أن العراق كوسيط هي يعني لعبة من الدول العربية، العراق أيضا، من أجل يعني أن يكون يعني مغادلة إيران. إذا أردت أن تنضمي إلى الشرق الأوسط الأوروبي الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية فأنت على الرحب والسعة، وإيران ثاني احتياطي في الغاز بعد المملكة العربية السعودية، تأتي احتياطياتها البترولية. إيران ليست دولة، ولكن النظام الذي يحكم إيران هو الذي جعلها هي المعزولة وليس العراق هو المعزول. العراق سينضم إلى منظومة الدول العربية، ونحن لاحظنا في الآونة الأخيرة السنوات الأخيرة هناك تحالف المشرق أو الشام الجديد ما بين العراق والأردن ومصر، لم يوجد فيه توجد فيه السعودية، ولكن هناك يعني علاقات وثيقة جدا ما بين المملكة العربية السعودية والعراق في الكهرباء. شكرا. في الاستثمارات الزراعية، نعم هناك ممانعة من الداخل من التابعين لإيران، ولكن أنا في ظني أن العراق يسير نحو المنظومة العربية ولا تزال حتى المملكة العربية. شكرا جزيلا لك ضيفي من مكة المكرمة المحلل والأكاديمية السياسية السعودية دكتور عبد الحفيظ المحجوب، شكرا جزيلا لك.